شهر رمضان الكريم على الأبواب، وأكثر سؤال عم بنسأله حاليا كيف بقدر استعمل برنامج فيل جريت أثناء الشهر الفضيل؟ أول شيء كل عام وأنتم بألف خير، وإذا كنت من الأشخاص اللي أول مرة بيستعمل برنامج فيل جريت أثناء شهر رمضان المبارك فرح تستغرب من كمية الطاقة والحيوية الموجودين عندك، وما رح يصير عندك زيادة بالوزن مثل ما كل شهر رمضان بيصير معنا. طيب، نحن روتينا بيختلف أثناء شهر رمضان المبارك، فعنا حالتين من الناس، في حالة أكثر شيوعاً وحالة أقل شيوعاً. الحالة الأولى اللي هي الأكثر شيوعاً اللي كلياتنا تقريباً بنعملها، إنه بنتسحر على الوقت بعد صلاة الفجر بننام وبنفطر على الوقت. هدول شو بيعملوا؟ عندنا ظرفين بالانس او سليم او بايوز لايف. الظرف الاول بناخده قبل السحور بربع ساعه، بنتسحر بشكل طبيعي، وبعد صلاه الفجر بننام، ولما بيجي وقت الفطور بنبلش بالظرف الثاني من البالانس بنشربه، بعدين بروح بنصلي صلاة المغرب 10 دقائق ربع ساعة، بنرجع بنفطر بشكل كتير طبيعي. طيب، امتى بنشرب ظرف اليونيميت؟ بنشربه بعد ساعة ساعة ونص من الفطور، يعني قبل صلاة العشاء بشوي. هذا حيعطينا طاقة ونشاط لوقت السحور. طيب، عندنا الحالة الثانية اللي هي الحالة الأقل شيوعا، هن الناس اللي ما بيحبوا يناموا بعد الإمساك، يعني بدهم يروحوا على الشغل بكير. هدول شو بيعملوا؟ بدنا نطلب منهم وقت السحور يقربوه شوي، شي ساعة قبل الإمساك، يعني أبكر من الوقت الطبيعي. تسحر قبل السحور، طبعا أنت بدك تشرب الظرف الأول من البالانس، بتتسحر، بعدين بعد ساعة لما بده يجي وقت الإمساك بتشرب اليوني ميت تبعك. هذا اللي حيعطيك طاقة وحيوية لحتى تروح على الشغل، وما حيخليك تحس بتعب وإعياء بآخر 3 4 ساعات من الصيام. ولما بيجي وقت الفطور بلشوا بالبالانس، بعدين روحوا صلوا المغرب 10 دقائق ربع ساعة، ورجعوا افطروا بشكل طبيعي. هذا البرنامج جدا رح يفيدك أثناء شهر رمضان المبارك، بالذات إذا كنت من الأشخاص اللي كتير بحسوا بتعب وإرهاق أثناء الصيام، بالذات أول كم يوم، لأنه نحن كمان عم ننحرم من القهوة وفايتين على روتين جديد صرنا سنة ما لنا عاملينه. فإذا بتحس بتعب كتير كتير كبير، حتشوف كيف هذا البرنامج رح يساعدك، رح يخلصك من التوتر، رح يخلصك من الصداع، رح تحس حالك شبعان ومفرفش ومتنشط لوقت الفطور. فبتمنى لكم الصحة والسلامة، وكل عام وانتم بألف خير، وينعاد عليكم بكل شيء حلو.